بسم الله الرحمن الرحيم. في تعاون بين الهيئة العامة للرياضة وبين وزارة التعليم وفي حفل ختام الأنشطة لتعليم الكبار، يسرنا ويشرفنا أن نلتقي بسعادة الأستاذ باسم أمين عام نادي الوحدة. مرحبا وأهلا وسهلا أستاذ باسم. يا أهلا وسهلا، الله يسعد لي مساك. الله يحييك في هذا اليوم الجميل وفي هذه التنافسية الرائعة. نود أن كلمة مختصرة لأبنائنا الطلاب. أول شيء نحمد رب العزة والجلالة على نجاح الدورة، يعني حقيقة الحضور لفت انتباهي، وهذه رسالة غير مستغربة على إدارة التعليم، توجه رسالة للشريحة الغالية تعليم الكبار، يعني هم جزء من المجتمع، والآن توجه الدولة حفظهم الله رؤية 2030 المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها بين المجتمع بجميع شرائعه، الفئات السنية والشباب، وتعليم الكبار الشريحة غالية على قلوبنا، وهذا شيء واجبنا تجاه هذه الشريحة الغالية. كرنفال جميل ورائع وختام زاهي ومباراة كانت قيمة، رأيك لإدارة المباراة عموما وهذا الحضور المشرف لمساعد مدير إدارة التربية والتعليم؟ يحتاج حضور الأستاذ طلال، هذا دعم لوجستي حقيقة، والمباراة اليوم معروف عنها ما فيها خاسر، الكل اتكرم، الكل اتوج، الكل شاهدوا الإعلام، الكل شارك في هذا الكرنفال زي ما تفضلت بالعكس، والدعم اللوجستي من الدكتور طلال حقيقة الحربي، رجل يعني يعمل في صمت وقد يكون جدي مجهول خلف كواليس 3/4 الأنشطة التعليمية. وأنا من هذا المنبر حقيقة أنا أوجه رسالة للأستاذ محمد الحارثي مدير عام التعليم والأستاذ الدكتور طلال، وإن شاء الله يكون من حسن لأحسن يا رب. اللهم آمين. كلمة لمدرسة تميم بهذه المناسبة وهذا الفوز وحصولهم على كأس البطولة. أبارك لهم وأقول لهم مبروك، ولكن ليس الصعوبة الوصول للقمة، الصعوبة أنك كيف تحافظ. أتمنى أن يعني في العوام القادمة نلاقيهم بينافسوا ويكرموا إن شاء الله. شكرا أستاذ باسم، جزيلا شكرا جزيلا.